أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج تحيا مصر الجديدة، صنع في مصر. كلمة بتخلينا فخورين ومبسوطين. المنتج المصري الفترة اللي فاتت بدأنا نلتفت له وندعمه، وعلشان الدولة المصرية لها نظرة مستقبلية وعارفة ان التنمية الحقيقية بتبتدي من الإيد المصرية، عشان كده كان لازم ننتج ونصنع، وعشان المواطن يحيا حياة كريمة كان لازم يحصل على أهم أولوياته. الغذاء أهم مطلب لأي مواطن، واللي توفيره بشكل آمن وبسعر مناسب طول الوقت ده بيعتبر من أكتر التحديات اللي بتقابل أي دولة. أزمات كتير مرت بيها مصر على مدار سنين في توفير السلع الغذائية، وظهرت أزمة نقص السلع وغشها بشكل واضح بعد 2011، بعد ما حاول تجار كتير انهم يستغلوا الأزمة ويسيطروا على الأسواق ويحتكروا السلع. وعلشان الأمن الغذائي وتحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن مصري هي من أهم أولويات الرئيس، كان التوجيه بإنشاء أول مدينة لتصنيع الغذاء. سايلو فودز أكبر مدينة للصناعات الغذائية في العالم العربي على مساحة 135 فدان. سايلو فودز تحتوي على 10 مصانع لإنتاج المنتجات الغذائية، تضم 14 صومعة قمح، خطين مطاحن بطاقة إنتاجية 234 طن، مصنع مكرونة بإجمالي 5 خطوط إنتاج، مصنع للطحينة والحلاوة بطاقة إنتاجية 50 طن يوميا. مشروع من أهم المشروعات اللي بتحافظ على الأمن القومي المصري، ونقلة حضرية في تصنيع التغذية. ومن المنوفية وعلى مساحة 135 فدان بإجمالي مساحة 567 ألف متر مربع، كان افتتاح أكبر مدينة للصناعات الغذائية مدينة سايلو فودز، مدينة عملاقة بتنتج العشرات من المنتجات الغذائية. مدينة بتشتمل على مرحلتين، المرحلة الأولى فيها على مساحة 102 فدان بتضم صوامع القمح بإجمالي 14 صومعة، بطاقة إنتاجية 230 ألف طن، وخطين مطاحن بطاقة 234 طن، ومصنع للمكرونة بإجمالي 5 خطوط إنتاج. أما المرحلة الثانية تحتوي على مصنع الحلاوة والطحينة بطاقة 5 خطوط إنتاج، وطاقة إنتاجية 50 طن في اليوم، ومصنع الكرتون بطاقة إنتاجية 100 طن في اليوم. منتجات سايلو فودز 100 ألف طن سنوياً طاقة إنتاجية لخطوط الجبن الأبيض، 100 ألف طن سنوياً طاقة إنتاجية لخطوط اللبن المعقم، 600 طن سنوياً طاقة إنتاجية لخط السمن، 3000 طن سنوياً طاقة إنتاجية لخط إنتاج الطحينة، 6000 طن سنوياً طاقة إنتاج لخط إنتاج الحلاوة العلب، 1000 طن سنوياً طاقة إنتاجية السوداني والسمسم، 3000 طن سنوياً طاقة إنتاجية لخط إنتاج الحلاوة البار، 3000 طن سنوياً طاقة إنتاجية لخط إنتاج الحلاوة الإسبريد، 4 أنواع مكرونة بإجمالي 30 شكل، عيش التوست والحبوب المتنوعة، دقيق مخبوزات، 7 أنواع بسكويت، 9 أنواع من الشوكولاتة. سايلو فودز مدينة شاملة تحتوي على منطقة صناعية، محطة تسخين مركزي، 8 مباني لإقامة العاملين، فندق لإقامة المستثمرين، محطة صرف صناعية، محطة تكييف مركزي، ك
كمان بتحتوي على منطقة إدارية فيها مسجد وثمان مباني لإقامة العاملين، ده غير طبعا أن المدينة خدمية ومؤمنة بنظام إطفائي ومؤمنة بالغاز الطبيعي ومراقبة بالكاميرات. مدينة عالمية تم إنشائها بأحدث المعايير العالمية وبأحدث التقنيات الحديثة، نفذها أكثر من 20 شركة وطنية بعمالة تعدت 2500 عامل وفني ومهندس. سايلو فودز نجحت في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتوزيع 600 مليون وجبة مدرسية على 13.5 مليون طالب. مدينة هدفها تقديم وجبات صحية آمنة لطلبة المدارس، وده اللي تم تحقيقه، وده خلال العام الدراسي الماضي. سايلو فودز بتزود الاحتياط الاستراتيجي من المكرونة وكل أنواع المخبوزات، وده طبعا هيعمل زيادة في الإنتاج، معاها هتنخفض الأسعار. سايلو فودز صرح عظيم يحقق الأمن الغذائي لمصر، ومش بس كده، مدينة سايلو فودز زودت الاحتياطي وأصبحنا بنصدر لحوالي 13 دولة عربية وأفريقية. صرح عظيم بيمثل إضافة حقيقية لقدرة الدولة في الصناعات الغذائية، أساس الأمن الغذائي اللي هيؤدي لتحقيق الأمن القومي الشامل، ونموذج صناعي متكامل بداية من توفير زراعة القمح في المناطق الجديدة وصولا لاستخدامه بالصناعة بدون أي تدخل بشري، ومنتجات متطورة، وهي دي مصر الجديدة اللي بتنتج وتصنع وتصدر بأيادي مصرية، دولة ما نخافش فيها من بكره.